أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وجدت مبلغ 50 ريالا بجانب باب منزلي على الرصيف. بجانب باب منزلي على الرصيف، والغالب أن منزلي لا يمر به أحد من غير أهل البيت، فهل أعرف بالمبلغ لدى أهلي وجيراني الملاصقين لي، أم أتصدق به عن صاحبه، أم ماذا أفعل؟ نعم، عرف على بيتك وجيرانك، فإن تبين أحد وإلا تصدق بها. نعم.